ويقول كذلك بعد التسمية والتكبير في أول الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يثبت ولا يشرع ذكره، لأن الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يستلم الحجر ماذا يقول وحين لا يستلم ماذا يقول، ولم يذكر عنه في ذلك دعاء، ولأن الضعف هذا متفق عليه بين العلماء ولم يكن من المختلف فيه، والضعيف المتفق على ضعفه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها، وفي الصحيح غنى عن الضعيف. نعم. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشفع المواظبة على هذا الذكر في بداية كل طواف لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، وهذا هو الأقرب. نعم، لكن لا نقول لا يشرع المواظبة، نقول لا يشرع الذكر، فرق. لقلنا لا يشرع المواظبة يعني يجوز تذكر أحيانا ولكن ما تتابر عليه، وهذا غلط، بل لا تذكره أصلا، لأنه ما له أصل إسناد أو إسناد مختلف فيه، بل إسناد ضعيف ومتفق على ضعفه، والضعيف المتفق عليه لا يعمل به. وعندنا حديث صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله أكبر كلما حذاه. نعم.